الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي في هذا الصباح، وشعارات ابناء القبائل وسن الحقائق. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثامن الخاص للقعدان من مسافه الاربعه كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدأ مع البداية ومع أول الأسماء، نبدأ مع عون بشعار محمد بن بخيت بن برقان. يتقدم الصارم، يقدم لنا عون مع أول المراكز وأول التحديات. ثاني الأسماء وصل القادم والمنطلق شاهين ناصر بن محمد بن ناصر المري، يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل جاير عبد المحسن بن طالب بن عمارة، يتقدم مع جاير مع ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز وصل مبلش بشعار نواب بن هادي بن حمد البريدي المري، يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس الانطلاقات وصل القادم مخلف بشعار سعيد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار، يتقدم مع خامس المراكز. هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. أعود مع الصدارة، أعود مع البداية، أعود مع عون. هنا ينطلق الصارم، يقدم لنا عون محمد بن بخيت بن برقان، يتقدم بهذا الانطلاق المميز صاحب نقطة في هذا الصباح، ويقدم لنا جديده الصارم مع البداية ومع عون. ثاني الأسماء وصل مبلش، مبلش مع ثاني المراكز. نواب بن هادي بن حمد البريدي المري يقدم مبلش مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز هناك جاير عبد المحسن بن طالب الجربوعي شعار بن عمارة، يتقدم مع جاير. رابع الأسماء وصل القادم شاهين ناصر بن محمد بن ناصر المري، وخامس المراكز تسلل الى رابع المراكز من مركز الى مركز. وصل الجسور محمد بن علي بن قريع المري، وصل شعار الامبراطور يغير من مركز الى مركز مع الجسور، ولكن عون مع الصدارة، عون مع البداية. الصارم يقدم عون محمد بن بخيت بن برقان. ثاني الاسماء وصل الجسور محمد بن علي بن حمد المري شعار بن قريع، يتقدم مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز مبلش نواب بن هادي بن حمد البريد المري. رابع المراكز وصل من الجانب الاخر جاير عبد المحسن بن طالب الجربوعي. خامس الاسماء وصل مرضي ناصر بن حسن بن محمد النعيمي، يتقدم مع خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن الصدارة غير وانطلق الجسور، الجسور غير الى الصدارة محمد بن علي بن حمد بن قريع مع اجواء الكيلو متر الاخير والخطير. الامبراطور مع الصدارة مع البداية. ثاني الأسماء وصل جاير عبد المحسن بن طالب بن عمارة. ثالث المراكز وصل مرضي ناصر بن حسن بن محمد البادي النعيمي، يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء مبلش نواب بن هادي بن حمد البريد المري. خامس المراكز أول ندى وأول إذاعة للزام علي بن عبد الله بن راشد الزعبي، يتقدم مع الزام. ولكن الصدارة، البداية، الجسور محمد بن علي بن حمد بن قريع. ثاني الأسماء مرضي ناصر بن حسن بن محمد النعيمي. ثالث المراكز لزام علي بن عبد الله بن راشد الزعبي. رابع المراكز مبلش نواب بن هادي بن حمد البريدي. ولكن الصدارة، الجسور، الجسور مع البداية، مع الانطلاق الأول محمد بن علي بن حمد بن قريع. الامبراطور، الامبراطور مع الصدارة، مع الجسور محمد بن علي بن حمد بن قريع.
تقدم مع الجسور ثاني المراكز. لزام تحرك، لزام انطلق مع ثاني الاسماء علي بن عبد الله بن راشد الزعبي، ولكن الجسور مع البداية مع الفوز والانتصار. محمد بن علي بن حمد بن قريع، واسعد الله صباحك يا بن قريع على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الاسماء وصل لزام علي بن عبد الله بن راشد الزعبي ثالث المراكز، مرضي ناصر بن حسن بن محمد النعيمي ورابع المراكز، مبلش نواب بن هادي بن حمد البريد المري وخامس المراكز. خامس المراكز كان جاير عبد المحسن بن طالب الجربوعي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا والناموس لمالك الجسور على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حمد بن قريع المري، والتوقيت الزمن ولحظة وصول الجسور الى خط النهاية. كان هناك التوقيت ولحظة وصول الجسور الى خط النهاية 6 دقائق 7 ثواني 99 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن قريع ثاني المراكز، وصل لزام والتوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن عبد الله بن راشد الزعبي ثالث المراكز، كان مرضي والتوقيت الزمني 6 دقائق 10 ثواني 83 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن حسن بن محمد النعيمي، فتهانينا والناموس للجميع.